قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فاتقوا الله تعالى عباد الله حق التقوى، فالتقوى في مخالفة الهوى، والشقاء في مجانبة الهدى. أيها المسلمون، خلق الله تعالى الخلق لعبادته وأمرهم بالإحسان إلى خلقه، وهو سبحانه مهيمن على عباده، رقيب عليهم، مطلع على أحوالهم. وإذا عمل المسلم عملا صالحا أثابه عليه في الآخرة وأذاقه آثار عمله في الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وغير المسلم حرم الله تعالى عليه الجنة، ويزاد عليه العذاب في النار بما زاد من ذنوب على الشرك. قال الله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وإذا عمل غير المسلم عملا فيه صلاح لم يقع في ميزان آخرته منه شيء، إنما يكافأ عليه في الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا. وفي رواية: حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن الكافر الذي مات على كفره لا ثواب له في الآخرة، ولا يجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا متقربا به إلى الله، ويطعم في الدنيا بما عمله من الحسنات متقربا به إلى الله، مما لا يفتقر صحته إلى النية كصلة الرحم والضيافة وتسهيل الخيرات ونحوها. والله سبحانه شكور، من عامله بالطاعة زاد له في العطاء، وهو سبحانه قوي قهار، من بارزه بالمعصية عوقب من جنس فعله، وما يعفو عنه الرب أكثر. كما قال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والجزاء من جنس العمل في الثواب والعقاب في التعامل مع الخالق والمخلوق.
والجزاء من جنس العمل في الثواب والعقاب في التعامل مع الخالق والمخلوق. فمن أفعال الله في الثواب أنه يجازي على الإحسان، وإحسانه فوق كل إحسان، فمن صدق مع الله في إخلاص الأعمال له أعطاه الله على حسب صدقه معه. قال عليه الصلاة والسلام: إن تصدق الله يصدقك، رواه مسلم. ومن حفظ الله بطاعته واجتناب معاصيه حفظه الله في دينه ودنياه. احفظ الله يحفظك. ومن زاد في الطاعة قرب الله منه قربا يليق بجلاله وعظمته. وكلما زاد العبد في الطاعة زاد منه في القرب. قال عز وجل في الحديث القدسي: وإن تقرب إلي بشرب تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. متفق عليه. ومن ذكر ربه ذكره الله في السماء، ومن ذكر الرب عند الناس بموعظة أو تعليم أو مدح لله ولدينه ونحو ذلك ذكره الله عند ملائكته بالثناء عليه. قال عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. متفق عليه. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا مما تركه. قال عليه الصلاة والسلام: إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه، رواه أحمد. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، ومن عمل حسنة ضاعفها له أضعافا كثيرة، وجازاه بجنة لا تخطر على قلب بشر. ومن أفعال الله في العقاب أن من عمل ذنبا عوقب بمثل عمله، فمن ترك توحيد الله زالت عنه ولاية الله وحفظه. قال عز وجل في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. ومن صرف شيئا من أنواع العبادة لغيره بالرياء أو السمعة أظهر الله حقيقته للناس بأنه غير مخلص لله. عليه قال عليه الصلاة والسلام: من سمع الله به، ومن يرائي الله به. متفق عليه. ومن علق قلبه بغير الله لم تتحقق مناه. قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه الترمذي. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه. والإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الدين، من رضي به رضي الله عنه، ومن لم يرض به سخط الله عليه. قال عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، رواه الترمذي. وكما أن لله أوامرا وحدودا فللعباد بعضهم مع بعض واجبات وحقوق. ومن عظم عباده المؤمنين عظمه الله تعالى، ومن أهانهم أهانه الله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن عامل خلقه بصفة عامله الله تعالى بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة، فالله تعالى لعبده على حسب ما يكون العبد لخلقه. وكما تدين تدان، وكن كيف شئت فإن الله لك كما تكون أنت له ولعباده. والمسلم معظم عند الله في دمه وماله وعرضه. قال أهل العلم:
وليست السماوات بأعظم حرمة من المؤمن ولحرمة المسلمين عند الله ومكانتهم، فإن من أحسن إليهم أحسن الله إليهم، ومن رحمهم ولطف بهم أنزل الله عليه رحمته. قال عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، رواه أبو داود. ومن رفق بعباده ويسر أمورهم رفق الله به، ومن شق عليهم شق عليه. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، رواه مسلم. ومن ضار الناس وآذاهم أضر الله به. قال عليه الصلاة والسلام: من ضار أضر الله به، رواه أبو داود. والذنوب لها عقوبات مماثلة في الآخرة، فمن تعجل لذة محرمة عليه في الدنيا حرم نعيمه في الآخرة، فمن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن أعمى قلبه في الدنيا أعمي بصره في المحشر يوم القيامة، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، والأعمال الصالحة يرى أثرها يوم القيامة. فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن مات محرما بعث ملبيا، ومن مات شهيدا بعث يوم القيامة، ودمه يصعب لونه لون الدم، وريحه ريح المسك، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم يبعثون في المحشر غرا محجلين من آثار الوضوء، والمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. أيها المسلمون، فأوامر الله حق ونواهيه زجر، فأوامر الله حق ونواهيه جزر، ونواهيه زجر ووعده صدق، وكما تعمل صالحا تجازى، وكما تفعل سيئة تعاقب. وإذا أردت أن تعرف منزلتك في الآخرة فانظر إلى أعمالك في الدنيا، فتزود من الصالحات وسابق إليها، واجتنب المحرمات وانأ عنها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، أيها المسلم، كما تحب أن يكون الله لك فكن لله تعالى. ومن أقبل على الله بكليته أقبل الله عليه جملة، ومن أعرض عن الله بكليته أعرض عنه جملة. ومن كان مع الله حينا وحينا كان الله له كذلك. ومن أحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده، فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه. ومن طلب لذة العيش وطيبة بما حرمه الله عليه عاقبه ربه بنقيض قصده، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، ولم يجعل الله معصيته سبباً إلى خير قط. ثم اعلموا عباد الله أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ألف بين قلوبنا، واصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إن أردت فتنة بقوم فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوهم. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.